طبعا حبايبي ملاحظة كلش سريعة، هسه يقولوا هاي ايش عندها بالمقدمة مال الفيديو مال قناة امها، بس اريد اقول لكم انه هذا الفيديو مو للقلوب الضعيفة، واعتذر عن كفشتي تمام، زائدا راح تنصدموا من عندي هواي. ف يس مشاهدة ممتعة. يما تعال جارتنا تخاف من حي. وانت ما تخاف من الحي؟ والله طبعا. اوكي هسه قاعدة دا اسوي مونتاج، وكان شفت اخويا قاعد يحكي هيك، وامي قاعدة تصور الظهراني ما كنت موجودة. هسه نشوف منو يخاف من الحي. جاي ناكل. وين انتي مريوم اليوم؟ انا اليوم في مطعم اسمه دربوني. شلونك زين؟ هلا وسهلا. شو بقى يلا قولي هلو. ما صورتي. شلونك حبيبي؟ هلو هلو، شلونكم حبايب؟ ان شاء الله كلكم بخير وانتم تتابعونا. اليوم احنا رايحين المطعم اسمه دربونه، يصير بالفرع مال معجنات الزيتون، ومثل ما تلاحظون طلبنا والطلب مالتنا كان مشكل ويا فتوش، وقعدنا مثل ما يقول اكلنا على السريع لانه الجماعه كانوا ما متريقين، فهذا كان ريوقهم على الساعه 6 العصر، واكيد شربنا شاي وبعدين طلع عندهم يعني بالمطعم نفسه غرفة مسويها على شكل شلون بالله يعني مثل حديقة حيوانات مصغرة. زين فراح اخذكم واشوفكم التجربة اللي خضناها واللي تفاجئنا بها حقيقة. بس هذا المطعم هو بيت قديم اثري، بس بأطلالة تجنن والقعدة بيه فتشي. ها لا ولا تشيليها اصلا. لا شو تروحي معه؟ لا تخليني انقرف من عندك ميمي. ما تنقرفيني بعد استوى متقشره. مش ماله متقشره حبايبي، عشاكم بها لا شفتي. لا هي اصلا بعيها مريضه، ما اعرف شو ايش بدها. يبي تمساح نحسانة عن جد لك هاي تمساح حبيبي. شلون يبا وعلج غضبان؟ ما حبيبي ايش بيك؟ يما رجع. وعليك ليك تروح عليك. يما بعد تعال شوف اذا يمشي. بعد شفتوا هذا التمساح؟ هذا حطيه تعبان تدور مستوى جاي من الشغل فنايم. هذا شنو؟ تمساح. بس هذا التمساح شو اسمه يعني؟ صحراوي. صحراوي هو كنت تمساح صحراوي؟ الظاهر هيك السلحفاه. هاي صاحبته؟ السلحفاة نايمة حبيبتي. زين انا هذول كلهم شاربين منوم نايمين شنو؟ تعال شوفوا مع رقبتي هاي مائية، هاي برازيلية مائية برازيلية. هذا الهامستر لا تعرف الماركات مالتهم. هاي شنو؟ هاي بعد لا اني اخاف. لا تخاف. ليش اخاف؟ لا صوري شاي لا سوي. لا مستحيل صورين وياها؟ مستحيل. نعلت حتى صورين. نو نو لا ميمي هي تتكلم ايش فيها؟ عادي فيها طبعا. اصورش عادي؟ عادي. اوكي؟ يا هي ترتيب؟ شوفوا مريم وهي تختار تصور ويا الحياة. شوفوا القوة المفرطة متى يصوروا؟ بيصور ميمي؟ مريم بيصور؟ لا لا والله تيك توك مالها. ها تيك توك. هسه بيصور. بيصور. بعد عفوا لي راح. لا 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 هو خلي وجهها عافية. لا اوكي مريم صدق؟ مريم انا ما احب المخاطرة. جاهزة فهاي؟ تعال تعال ابني تعال هنا عوفة مريم. تعال هنا تعال هنا. ميمي
شنو هاي انتي بيبي؟ لا 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 عافية تروح تلدغها؟ لا لا ما سوي كل شيء خليه ميمي يعني هاي مو شجاعة ولا بطولة ميمي 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 دبيها كافي تعال تعال ماما وحشو كاني تعال هاك التليفون انت لا لا هو يصور ميمي هو يصور ميمي هاك هاك صورها صورها مريم كافي لا تتقربي ميمي لا ميمي لا لا هو لا هو لا هو لا هو لا تعال تعال يا خطرة هاكو هادي شي يسوي ميمي كافي كافي تلعبين هيا صغيرة عساسية دي تسمعني شي تشرب حتى بس 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 انا اتجنن بلعيها اتحدى ميمي بس مريم رجعيها رجعيها يلا خلاص يلا ممكن تطلعون شرفتونا اهلا وسهلا يلا باي 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 انا رايحه تبقون هنا انا راح اعوفكم والله راح اعوفكم يلا شباب يلا تشاو وعن جهاري عيشوني لحظات مرعبه ويبسوا قلبي مثل ما يقول وزردومي نشف من وراهم ما اعرف ليش يحبون من الحيوانات وبعدين طلعنا من هناك قوة جريتهم دريت نتمشى بالكرات طبعا تحية لأختي صديقتي حبيبتي أم مصطفى من كركوك لأنه دائما تقولي لا تطلعين أنا أخاف عليك ومثل ما يقول من بغداد ومخاطرها لا ترى بغداد آمنة ومثل ما يقول تعالي زوريها وراح تشوفين هي شقد حلوة وطيبة بأهلها وناسها الطيبين والأمن والأمان اللي بيها والحمد لله والشكر حياة مستقرة وهادئة وتجنن تجنن المطاعم اللي بيها والقعدات الحلوة والكافيهات والمولات اللي بيها وهنا أنا شنو حبيت أصور لكم فالجانب لأنه كل مرة أصور للنساء هالمرة حبيت أختار أصور للرجال والله هالشكل طلعت قدامي مو متقصدة فقلت يلا أني مثل ما يقول ما دام هالشكل يلا أخاف ناويين تشترون أشياء لأولادكم لأزواجكم أخذوا فكرة يعني حابين تقتلونهم هدايا شيء أنا عن نفسي أنا ملابس أبو مريومة كلها أنا أشتريها إلى فلذلك عادي يعني أنتوا أكيد همين تتسوقون لأولادكم والأزواجكم هنا أنا هاي صيدلية ابن حيان صيدلية عملاقة كل شيء بيها وأكيد الفاسعون ما يهدنا إلا يفرفر ويريد يشتري من الألعاب فهنا البسطيات مال الكرادة قلت يلا خليني مثل ما يقول أصور وأشوفكم شكو ماكو بالسوق بطريقنا وبعدين كملنا الجولة مالتنا الحلوة الممتعة وأكيد البسطيات هذني عشق النساء هاي بناطير الجنزات للشباب وللرجال أكيد بجايم وتيشرتات وبس الأسعار ما أعرف وهنا مرينا وأخيرا طلعت قدامنا الألبسة النسائية لأبي زين والساعات وشغلات أشكال ألوان موجودة وأهم شيء الألعاب الألعاب أهم شيء هسه منين ما تمشين تلقين هنا كألعاب هنا الجنط وتكرمون الأحذية وهنا الفصعون مالتنا أكيد ما يقدر يمشي خطوتين إذا ما يوقف على الألعاب كتبوا لي بالتعليقات شنو رأيكم بالتجربة اللي خاضتها مريم ويا الحية اللعينة زين ويبست قلبي وشنو رأيكم بطلع مالتنا هم اذكرونا بالتعليقات لا تنسون اللايك لان اللايك كلش ضروري للقناة ويهمني ويشجعني للتواصل وياكم لان حقيقة اني اتعب بالفيديو انقل لكم الصورة مثل ما هي بس شنو اكو بنات يطبون على الفيديو وما يخلون اللايك ما اعرف ليش ينسون اللايك ما اعرف رجاء لا تطلعون من الفيديو اذا ما تخلون اللايك حبايب ومع الف سلامة